ما شاء الله تبارك الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه الملكة اليوغزلافية العذراء، ما شاء الله عدت صيف عدت شتاء، وما شاء الله من الملكات الطيبة. هذه بنتها عدت الشتاء مشاكله، والحمد لله رب العالمين. وهذا نحن عملنا منها تربية ملكات، كم من حبة نريد نجربها ونلقحها إن شاء الله مع الفصيل العماني أو العرام، عرام المدينة المنورة. شرف الله على سيدنا المصطفى أفضل وأتم الصلاة والتسليم وعلى آله الطاهرين وصحبه أجمعين. فما شاء الله راح نجربها السنة، عجبتني كثير، راح تشوفونها إن شاء الله ونتابعها. هذه اليوغزلافية الله يبارك إن شاء الله تتلقح ونشوف كيف شغلها. التجارب فيها خير وفيها فائدة، والتهجين فيه خير وفيه فائدة، ونستفيد خبرات ونتعلم أمور جديدة في النحل كانت خفية علينا أو عندنا ملاحظات أريد أن نتأكد منها. أمور كثيرة، تجارب أبدا ما منها إلا الخير. إذا نجحت فيها والحمد لله تثبت نجاحك في هذه التجارب، وإذا صار عندك فشل في التجارب ولو فشلت 1000 مرة أنت استفدت 1000 معلومة جديدة، وهذه التجارب تسقل مواهب النحال. الله يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. على ما عندي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.